نتحدث عن خطط شركة أماك، وينضم إلينا المهندس يحيى بن محمد الشنقيطي الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين. أهلا بك معنا مهندس يحيى وشكرا على وجودك. خلينا نبدأ بهذه الزيادة، ما هي أهداف شركة أماك من الزيادة وما هي الاستراتيجية المتبعة لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. زيادة المال على المركز المالي للشركة بهدف تحقيق استراتيجياتها للتوسع والنمو زي ما عرضناها في الـ IPO من خلال الاستثمار والتعديل في قطاع التعديل. فالهدف منها زيادة اكتمال مشروع اكسبانشن لمنجم المصانع والاستخدام الباقي في الاستكشاف. حيث حصلنا على تقريبا 400 كيلو مربع من الزنك والكبر، فسوف نقوم بالاستثمار في هذه الأراضي التي تم استلامها. نعم. طيب واليوم إذا عم نحكي عن التوسعات بشكل أكبر مهندس يحيى، يعني قد ايه عم تتوقعوا أنه يكون بعد زيادة رأس المال وهذا التوسع بالمشاريع أنه تكون في زيادة لحصتكم السوقية بالقطاع؟ إحنا طبعا الآن إحنا ننتج النحاس والزنك بمشروع الإكسبانشن، حيكون إن شاء الله العام القادم في جون. هنتوقع أن يزيد الزنك بتقريبا 80% ويزيد النحاس بتقريبا 40% من الإنتاج، والزيادة حتكون في حدود 400 ألف طن سنويا بالإضافة ل 800، وحيكون إنتاجنا 1,200,000 طن من منجم المصانع للنحاس والزنك. نعم. طيب احنا عارفين انه اليوم اسعار السلع والمعادن يعني عم بتمر بمرحله قياسيه من الارتفاعات استاذ يحيى، اليوم كيف ترى اماك هذا الارتفاع؟ الى اي مدى مستويات السعريه اللي عم نشهدها على اسعار السلع عالميا عم تنعكس بشكل واضح على اداء الشركه لديكم؟ طبعا للاسف النحاس والزنك انخفضت اسعارها، لكن احنا نتحكم في التكاليف ونتحكم في الانتاج، فأعتقد وضعنا جدا ممتاز وأسعارنا منخفضة، فنقدر نتحكم حتى لو نزل السوق إلى أكثر من ذلك. نعم. إن شاء الله. كيف عم تتحكموا بالتكاليف؟ طبعا الإنتاج واحد، والشيء الثاني تخفيض التكاليف، تكاليف الحفر، تكاليف الإنتاج، تكاليف المصنع، نحاول قد ما نقدر جهد أن نخفض التكاليف. نطلب الطلبات لمدة سنة كاملة، عندنا معظم المواد الكيميائية طلبناها من سنة، فتساعدنا لنهاية العام إن شاء الله. نعم. عم بتكون في أسواق معينة لعملية الطلب في ظل هذه المستويات التضخمية مهندس يحيى، أم عم تبقوا على نفس الأسواق اللي كنتوا عم تتعاملوا معها سابقا؟ لا، ما زلنا مع نفس الأسواق إلى نهاية العام إن شاء الله، سواء للذهب أو للنحاس أو للزنك. شو هي الأسواق؟ إحنا بنرسل نبيع الصين والهند للزنك والنحاس، والذهب بنرسله إلى مصهر في سويسرا. نعم. كميات الإنتاج هلأ عم تختلف لديكم يعني وفق لمستويات العرض والطلب بالنسبة لهذه الدول؟ لا، إحنا إنتاجنا ثابت لنهاية 2022. أستاذ يحيى يبدو أنه فقدنا الاتصال معك. المهندس يحيى بن محمد الشنقيطي الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين، شكرا جزيلا لك.